أريج، صار موضوع التجميل البوتوكس أو الفيلر أمر معروف لدى الكثير من النساء حتى الرجال أيضا، لكن هناك بدائل تجميلية وأنواع عديدة لها فوائد للبشرة وحتى الشعر. يمكن سالي بيسأل كتير، هل تحصل السيدة على النتيجة الجمالية المطلوبة؟ وهل هالوسائل هي آمنة وما لها أي تأثيرات جانبية؟ هذا الموضوع رح نناقشه اليوم مع دكتور فراس عساف، أخصائي بالجراحة التجميلية. يسعد صباحك دكتور فراس. صباح الخير كيفك؟ صباح الخير سالي، تمام. يسعد صباحك دكتور فراس. بداية، هذا الموضوع هو عالم واسع كتير، وخاصة هلأ يعني صار البوتوكس أو الفيلر هو شيء بهم كل سيدة، حتى الرجل يلي شوي ما بده يبين عليه العمر فبيلجأ له. يعني مع تطور العلم وتطور الشغلات هيك الخاصة بالتجميل، شو في شيء هيك بديل مثل ما حكينا بالمقدمة؟ هلا كلمة بديل، طبعا الطب التجميلي هو دائما في تطور، هي شغلة نعم. هي شغلة نعم. مثبتة. البديل مو بمبدأ البديل، يعني هلا في كثير عالم بتقول لك انه انا ما بدي اعمل كثير مثلا حقنة بوتوكس، ضل عم بعملها كل 6 شهور كل 8 شهور، شو في شغلات ممكن بدل فيها. الهدف مو البديل، لانه كل شغله الى وظيفه. يعني احنا بنعرف، ما رح نرجع نعيد، البوتوكس هو للتجاعيد، الفيلر هو لاخفاء الخطوط يلي فيها تهرم، بدايه الهرم، بدايه التعب للبشره. لكن هلا في تقنيات جديده كثير، في شغلات بسموها المانتنانس، يعني احنا بنهدي عمليه التهرم او عمليه الكبر بالعمر باسلوب او باخر، منا الى علاقه بالفيزياء الطبيه ومنا الى علاقه بالشغلات اللي بناخذها من الجسم، مثل البلازما، مثل الميزو فرضا، اللي هي خلطات من الفيتامينات ممكن نحكي فيها خلال. خلينا نبدا بالبلازما دكتور. يمكن العديد من السيدات بحبوا يلجأوا لانه هي بيقولوا انه امنه، انه يستخرج من دم السيده بحد ذاته وبتم معالجته. خبرنا عن هالتقنيه. هلا البلازما هي العامل المرقئ بالجسم بشكل عام. يعني الفكره بالموضوع كمان دائما مثل البوتوكس، اكتشاف البلازما، انه نحن لما نكون عم الهدف فيها علاجي وليس تجميلي، فهي عم تساعد بتسريع الشفاء او تسريع اعاده اعمار الجلد عند المحروقين مثلا. هالماده هي الموجوده دائما جائله بالجسم. طبعا نحن بنحكي عن البلازما الغنيه بالصفيحات وليس البلازما العاديه. لا اسلوب طبعا لاستخراجها واعاده تدويرها، خلينا نسميها، او تثثيلها واعاده حقنها. البلازما كثير شغله جيده كعنصر طبيعي، يعني احنا معنا نحط مواد. الشيء الاكيد انه نتائجها، يعني الرضا فيها 95%، هو نسبه رضا كثير عاليه. بعد يعني كم جلسه؟ هلا نحن بنقول دائما الكورس 4 جلسات، بعدين بنصير نعمل مانتنانس كل 4 شهور كل 5 شهور. النتائج دائما من اول جلسه بتكون ممتازه. طبعا اللهم الا اذا حدا عنده دائما مشكله انه هو ما في شيء بيرضيه، بس هو دائما في نتيجه. هذا صحيح دكتور. حتى في مشاكل ايضا بتعاني منها السيدات ومن الرجال، هي الهالات السوداء تحت العين. المنطقه تحت العين هي منطقه حساسه، ودائما يمكن دكتور انت بتنصح انه ما نقرب عليها الا اذا مثلا اقتضت الضروره، اذا كان كثير السواد بلش يمتد. شو علاجها وهل يجوز الحقن فيها؟ هلا موضوع تحت العين موضوع شوي شائك، لانه في كثير شغلات لا علاج الهالات. بدنا اول شيء نحدد هي تعب، يعني بالنسبه لكم دائما سكرين، دائما اضواء، بجوز يكون في تعب تحت العين، او عامل وراثي، يعني حدا عائلته كلياتها هيك، او عامل له علاقه بكبر العمر، يعني تمام. بدايه ترهل بالعضلات والباجز، هدول الشحم يلي تحت العين اللي بلش يظهر بشكل مزعج. كل شغله الى شغله. الفكرة بالموضوع دائما، وانا باكد عليها، انه الحقن تحت العين مو اي طبيب حتى صح. ممكن يحقنها، لانه عم اشوف انا بعيادتي كثير اخطا اغلاط، لانه هي الى يعني حقنها بده يكون تشريحي شوي خاص. طريقة الحقن مو طريقة حقن السطحي، لانه مرات بتصير المشكلة اكبر. يعني بتجيني صبية او حتى سيد عامل على اساس بده يخلص من المشكلة، فصار عنده بقى بي او حويصلات بسبب ما عاد يروح، هو اللي بيروح بده العلاج بيصير. بس يعني احنا اذا قلنا كماده فيها شوي 16% من ماده الهيلارونيك اسيد، فهي على الاقل سنه لتروح. فواحد عامل مثل موزه، ما انا بسميها هيك، تحت العين بتعمل له مشكله اشكاليه اكثر، بيقول يا ريت كنت ايام زمان.
هلا بالنسبه للسواد تحت العين، البلازما قد تستخدم مع خلطه ميزو من انواع معينه. الكربون، حقن الكربون كثير بيعطي نتيجه لانه بيعيد اكسجه المنطقه. في تقنيات جديده اللي هي تقنيات الهايفو كثير بتعطي نتيجه، اللي هو بسموه الهاي فريكوانسي الترا فوكلايز الترا ساوند، يعني هو عباره عن موجات صوتيه مركزه بتعمل شد وبتعمل اعاده اكسجه. طبعا كمان اذا بتحبوا نحكي عن الموضوع تماما هذا. يعني مثل ما ذكر دكتور انه في كثير سيدات بهمهم يروح السواد تحت العين ليمكن تعب سنين، كيف ممكن يلجأوا؟ واهم شيء تكون طريقه امنه. هلا الطرق كلياتها قد تكون امنه اذا ما عم نستخدم مواد دائمه، وهي الشغله دائما بركز عليها، وانتقاء الطبيب اللي عم يعمله، يعني الطبيب يكون عنده فكره مضبوطه عن القصه، باك جراوند جيد، وتحت العين بشكل خاص المفروض يكون في خطه. يعني نحن بدنا نسال، بدنا نستجوب مضبوط المريض من ايمتى، قديش صار لها القصه، بتروح بتيجي حسب السهر الى اخره. بندخن كثير بتعرفي هلا الاراجيل ما شاء الله، يعني اراجيل. وبالاخير اقتراح العلاج، يعني اقتراح العلاج قد يكون علاج مديد، مو مثلا مثل ما بيقولوا حقنة وخلصنا، لا، مرات مثلا بنقول رح نعمل جلسات كربون، 6-7 جلسات كربون بفارق زمني لحتى كمان يكون في مراقبة. يعني نحن مراقبة المريض، مو انه حقنا ودار ظهره ومشي، يعني مو موضوع بس تجميلي، يعني في شيء وظيفي ايضا طبعا، لانه هي اساسا مشكلة. يعني حتى نظرة الانسان او الانسانة لما يكون عندها مشكلة بعينها بتحاول دائما تخفيه. مرات الميك اب اللي بتعمله بيكون سيء، يعني بيصير بيبين التعب اكثر، الكونسيلرز بتصير تبين المشكله اكثر، بصير يبين شغلات ما كانت مبينه بالاساس، لانه عم تحاول تعمل طبقات. كوشات او طبقات زياده على تحت. صح. شو هو الكربون دكتور كنت عم تحكي؟ بس الكربون هو غاز CO2، غاز ثاني اكسيد الكربون. هلا الفكره بالموضوع دائما حتى بموضوع الميزو او الكربون، هو نوع من الالتفاف على اوامر الدماغ. يعني الدماغ ما بيقرا سواد تحت العين كمشكله، فما بيحاول يعالجها. تمام. فنحن بنيجي بنحقن الكربون، بنعمل نوع من التسمم الخفيف بهالمنطقه، يعني غاز ثاني اكسيد الكربون هو غاز سام، فهون بيضوي الضوء، خلينا نقول الاحمر بالدماغ، انه في زياده كربون بهالقصه هي، في زياده تسمم، بعته جحافل الاكسجين لحتى تحرر المنطقه. فبصير القصه نعم بالمعنى الفكاهي للقصه. تمام. هلا تعرفنا عليه، انا ما كنت بعرف قريج للكربون. دكتور خلينا هيك ننتقل شوي، رح نرجع للبلازما، هي موضوع الاساسي تقلقلنا، ولكن عن للحقن الفيلر. عم يحقنوا فيلر ليعملوا تكساس، هيدا شو وضعها؟ صايره كثير موضه، شو اثارها السلبيه؟ شو الشغلات الايجابيه فيها؟ خلينا نحكي بوضوح معلش. هلا اثار سلبيه بالمطلق اذا انحقنت كمان عند طبيب تماما وجراح يفضل خبير يكون جيد. ما في اثار سلبيه. طبعا انتقاء الماده لازم تكون بتراكيز معينه كشكل وجه، هو الشيء صح. هلا انا برايي، خلينا نحكي، انا برايي اذا في مشكله بالوجه، اعاده تعديل خطوط الحنك بالعاميه او تجليصه، يعني ممكن اذا مو غلط، بس الحقيقه عم يصير في نوع من المبالغه. يعني على سبيل المثال امبارح اجت لعندي صبيه وجهها كثير حلو وما عندها اي دفه وما عندها اي مشكله بوجهها، بالعكس وجهها انوثي كامل تماما، بدها تعمل وجهها ينتقل لوجه مضلع. هلا انا بقول لها انه هذا يعني حتى ببشعك، يعني هلا مو المشكله بالاخير انه نحن نشتغل، المشكله انه نعمل شيء حلو بحيث انه إذا في عندها مشكلة صلحنا عليها بتكون شاكرة. أما لما تعمل هيك لمجرد أنه هي بس بدها تعمل هيدا، للأسف الشديد صايرة يعني لاحقين العالم الموضة، يعني أنه وحدة عنده آيدول مثلا، ممثل أو مغني أو إلى آخره، تماما يجيب صورته أنه هاي فلانة هيك عاملة آخر فترة. هن ما بيعرفوا أنه كتير في شغلات، وأنتوا أدرى بهالقصص، فيها كتير فوتوشوب، فيها كثير سبوتس قبل ما ناخذ الصوره بحيث انه مبين غير عاد اقنعها انه فيها فوتوشوب. لا قناعه، بس بترجع بتروح على الدكتور، مرات مو لعند طبيب، بتحقن وبترجع لحتى تصلح لانه بيكون في مشكله. صحيح صحيح. دكتور كمان بنسمع بالميزو وفي كثير يمكن لغط وعلى ما بتميز، شو الفرق بين البلازما والميزو وشو الوظائف اللي بتخدمها؟ هلا الميزو هو خلطات من الفيتامينات. في اكثر من وظيفه، في ميزو لتنشيط الجلد يلي هو بنسميه ميزو النضاره، في ميزو في
مادة الهيلورونيك أسيد بنسب مختلفة لمعالجة التعب. في ميزو في نسب عالية من طبعا كلها فيتامينات، فيها نسب عالية من الحموض لحتى يعمل تدويب، بيسموه ميزو التدويب. طبعا العلاج بالميزو هو علاج يعني بسميه السوفت ميثود، يعني علاج لطيف لشغلات كتير بسيطة ممكن نعالجها. البلازما تنشيطي. هلأ الشيء الحلو لما نخلط البلازما مع الميزو، البلازما مثل ما قلنا شغلة طبيعية، يعني شغلة من الجسم ما أنا يعني البلازما مثل ما حكيت دكتور فراس هي شيء من جسم الإنسان، عم يفضلوا إنه يلا شيء طبيعي عم يتم مبالغ فيه، لكن في البلازما يلي هلا تستخدم للشعر، يعني لتنشيط بصلة الشعر في حال كان في مشاكل، ما بعرف إذا الوراثة إلى دور كمان بهذا الشيء. تفضل. هلا البلازما للصلع اللي بسموه الصلع الأندروجيني مثل حالتي مثلا ما بتنفع الحقيقة، بس قد تنشط إذا في تعب، يعني لأنه البلازما بتشتغل على الشعرة بحد ذاتها، يعني لما الشعرة بنسميها بالطب مدنفة أو تعبانة بسبب استخدام كتير للسيشوار أو بسبب حتى الصبغات أو الصبغات أو حتى مرات مشاكل بيكون في مشاكل غددية، يعني غدة الدرقية بتعمل مشاكل بالشعر. نعم. لتعدل بشكل لوكال أو بشكل موضعي يعني لما نيجي نحقنا بفروة الرأس، طبعا نحقنا مع نوع من أنواع الميزو كمان يلي فيها زيت السمك إلى آخره، فكتير بتنشط وكتير بتعطي نتائج. دكتور هالمعالجة عم يلجأ للشباب بشكل كبير أم بس السيدات مستخدموها؟ يعني هي نافعة للرجال طبعًا أيضا؟ طبعا نافعة، بس غالبا الصلع عند الرجال يعني نادر يكون من تعب لأنه ما بيصبغوا، غالبا بيكون عندهم الصلع هي بسموه الصلع الأندروجيني. فنحن بنقترح عليهم إذا بداية يعني عم يهر الشعر بس لسه ما هر مزبوط، بنقدر نعمل له تمديد لهالبروسيسوس بحيث أنه ما يصير فيه هر سريع. لكن غالبا مقترح الشباب مع البلازما إعادة توزيع بصيلات الشعر أو بنسميه زرع الشعر. بيكون أفضل النتيجة وبيكون يعني أسهل. ممكن بعد قديش تحصل السيدة أو الرجل على نتيجة؟ النتيجة بلازما الشعر دغري. يعني من أول جلسة بتحس بنتيجة، بتحس إنه الشعر بلش يطول أسرع. حتى في ملاحظة يلي بيصبغوا بيقول لك انه صرت اصبغ اسرع بكثير لانه صار يبينوا جذور الشعر عم يسرع بيسرع هيك حتى الكثافه الطول حتى يعني طبيعه الشعره بتكون رقيقه وبتقصر تكسر بتصير سميكه. يعني ممتاز، هذا شعور حلو انه دغري تاخذ نتيجه. خلينا ننتقل للهايفو، هيدي التقنية الحديثة اللي أثبتت أنه هي بتحرك أو بتحرض الكولاجين، عم كمان نتائجها مثل البلازما تبع الشعر هي كمان بسرعة. خلينا نحكي عن هيدي التقنية ومن أي عمر لازم الواحد يبلش فيها. هلأ العمر دائما العمر التجميلي دائما من 25 وطالع نحن بنقول إذا في مشكلة. نعم. يعني مو شرط، حتى في عالم بيوصلوا للعقد الخامس من عمرهم وما عندهم مشكلة تجميلية، بيكون نوعية غذائهم بيكون حتى مثلا خلينا نقول صبغياتهم أو الجين تبعهم جين تبع شباب ما بيبين عليهم. نعم. هلأ الهايفو بشكل عام هو يعتبر ثورة في عالم التجميل، لأنه هو له علاقة بجميع أنواع الشد والتنشيط غير الجراحي. تمام. يعني احنا بنوصل لمرحلة أنه ما في داعي نعمل عملية بمرحلة معينة إذا ما في ترهل كتير زايد. نعم. بالنسبة لموضوع الدبل تشين بداية انخفاض بالخدود، فاستخدام الهايفو يعني اللي هو الموجات الصوتية المركزة عم يعطي نتائج كتير حلوة. طبعا لازم ندقق أنه هو تقنية غير جراحية، هو تقنية بتضل سوفت مانا مثل الشد الجراحي اللي هو بيكون شد وتغيير مباشر، وفي فترة لحتى ياخد مفعوله لأنه احنا عم نطبق فيزياء، يعني عم نطبق حرارة على هالمنطقة، فدائما بعد 6 أسابيع منبلش نشوف النتائج. نعم. دكتور الكولاجين يعني بشكل عام أوقات ما بيكون متوفر بشكل كتير كبير بغذائنا وبحياتنا اليومية، أو حتى يتخذ كبسولات من الكولاجين اليوم وقت عم يتم تنشيط الوجه عبر الكولاجين، قديش بالفعل عم تلاقي السيدة في نضارة بالوجه وأيضا بعيدة عن أي جراحات تجميلية؟ هلا هو أنا برأيي الشخصي، طبعاً برأيي الدكتور فراس بغض النظر، هو مانو بديل لمشاكل كتير كبيرة. يعني أنا بعتبره نوع مثل أنواع الفيتامينات اللي بناخدها اللي ممكن تعطي شوية نضارة، بس هو مانو بديل. يعني إذا حدا عنده مشكلة واضحة أو ترهل واضح برأيي
ما رح يتعمر الكولاجين بحبوب كولاجين صنعية أو من منشأ حيواني بصراحة. يعني هذا يعني درجة كتير مثل ما حكيت تقريج حبوب الكولاجين إنه عم ياخدوها كورس 3 شهور ل6 شهور. عم يقولوا إنه مو بس كمان عم تحرد لهم الكولاجين، عم يتم إنه في عالم عم تحرق لهم الشحوم. ألا أي حد هي القصة صحيحة إنه هي حارقة أيضا للشحوم ولا هي بس مجرد إذا فيها مواد حمضية يعني ممكن تكون ممكن تعمل، لأنه مثل أي أنتي أوكسيدان يعني حرق الشحوم قد يكون انه واحد يشرب كل يوم كاسه ليموناده. صح صح، يعني ما مو الحبه بحد ذاتها برايي هي اللي بتحرق الشحوم. صحيح. اليوم دكتور بعالم التجميل قديش سوريا عم بيكون في تطور بالمجال التجميلي، وايضا عم نشوف اخصائيين مختصين بالتجميل عم يكون في نتائج رائعه، ويمكن هالفكره اللي عند كثير من السيدات انه التجميل انا بخاف ما بدي اعمل اي عمليه تجميل، انه هي يمكن اكبر من حجمها شوي، هي ما عمليه جراحيه الا اذا حدا عنده مشكله. اليوم قديش الطب تطور بما يخص هذا المجال؟ هلا عندنا بالحقيقه بسوريا قبل الازمه كانت تقريبا رح تصير تعبير بين قوسين برازيل الشرق الاوسط. يعني سوق الجمال فيها كثير عالي. والحقيقه الاطباء اللي عندنا غالبيتهم هن اطباء جيدين ومتمكنين من الفيلد تبعهم. بالنسبه لموضوع انه انتقاء عمل جراحي او لا، هلا انا دائما بركز انه الجراحه التجميليه مو موضه وانما هي اصلاح لمشكله. يعني دائما بقول اعاده الخطوط وليس تغيير الملامح. هي الفكره اللي دائما بركز عليها، وغالبا انا برفض العالم اللي جايين بدهم يغيروا وجههم، يعني بده يغير ملامحه وحده، بده تنتقل وجه تنتقل من اسم يعني من هي مثلا اسمها سالي مثلا بدها تنتقل تصير اسمها اي حدا ثاني بتتشبه فيه. فهي مشكله. يعني انا بالنسبه لي هي مشكله، ودائما غالبا برفضهم، يعني بقول لهم لا مو هيك، لانه انت حلوه مثل ما انت او انت حلو مثل ما انت، مو شرط تتحول للفنان. كان هي ثقه بالنفس بتكون شوي، هي عمليه هي متابعه على الموضه يعني تماما، يعني انه بدي انا اكون بالاضواء، قناعة انا بدي اصير بسموه السوزي او الشبيه لفلان. فهي اي مشكله برايي انا. كمان دكتور بوقت سابق كانت تكسير الشحوم يمكن أمر مبالغ فيه وأمر بيخافوا منه يمكن بعض الأشخاص. اليوم عم بيتم تكسير شحوم الرقبة وأيضا بعض مناطق من الجسم، قديش لازم يتوجه أو تتوجه الصبية لأخصائي وما تكون والله بس مركز تجميل وعندهم أجهزة معينة عم بيكون في متاجرة فيها، هذا الموضوع شو بتحب تحكي عنه؟ هلا أنا دائما بركز على الموضوع هذا، يعني موضوع أنه كتير مهم أنه يلي عم بيشتغل بجسم يكون دارس، يعني على الأقل مو معه شوية فلوس وعامل مركز ودعايات وإلى آخره. بالنسبة لموضوع الشحوم بشكل خاص، الشحوم يعني هي غالبا هي المسؤوله عن الديفويات اللي بتبين او المشاكل اللي بتبين. فلما تبلش تتوزع بشكل سيء قد يقترح تكسيرها بشكل من الخارج بالكافيتيشن بالهايفو اللي حكينا عليه، او ممكن نقترح مثلا عمل جراحي بسيط اللي هو الشفط بالشفط الخفيف اللي بنسميه الهاي ديفينيشن، او مرات بالالترا ساوند، او مرات بالليزر، كلياتها علاقه. مرات ما في داعي، مرات بيكون له علاقه بالترهل بالاخص بالوجه، فنحن بنسميه بنقترح الانتراسيل، تمشيط كامل للوجه بيعطي نتيجه حلوه. تمام. عن عمليه تكسير الشحوم او تجميد الشحوم بيقولوا لها هي بالليزر، هي عمليه تعتبر ولا هي ممكن تكون على جلسات معينه؟ لا، الليزر هو عمل جراحي خفيف، اما اللي حكيتي عليه التبريد لا، هو ما هو عمل جراحي، هو عباره عن جهاز تقنيته يعني بنعمل قضمة صقيع مصنعة، يعني لأنه الكريستاليزيشن أو تبريده لدرجة كتير عالية الشحم بموت الخلية الشحمية، فبتصح بعدين وبتطلع مع الطرح العادي للجسم. بس المبدأ تبعه هو تبريد. لا يعني هي approved، هي FDA، هي يعني شغلة ما عندها بس ما عندها مشاكل. بس حسب يعني اكيد لما يجي لعندي حدا وزنه 150 كيلو بده يذوب شحومه بالتبريد،
فبدنا نحطه بالفريزر شيء 10 ايام. يما دكتور شو بتحب توجه نصائح لكل الصبايا يلي حابين توجهوا لاي موضوع تجميلي ان كان وظيفي او حتى تجميلي بحت، شو بتنصحهم؟ هلا النصيحه دائما الاختيار، يعني اختيار الجراح او الطبيب ما يكون في مبالغه، لانه المبالغه دائما بيكون ردود فعلها سيئه. يعني مرات بيكون المبالغه يلي بتفوت لعند اللي بسموها هدول بيكونوا بلاستيك كثير، موديلهم بلاستيك كثير، مبالغتهم بصير بدهم يصلحوا ليرجعوا لايام زمان وبيكون فات القطار وفات الميعاد. صحيح مزبوط دكتور، ان شاء الله يا رب هيك يكونوا كلهم استفادوا من نصيحتك. بدنا نتشكر بوجودك معنا عند المعلومات القيمه، ان شاء الله يكون لنا لقاءات ثانيه و بأحدث التطورات بعالم التجميل. شكرا كثير. شكرا لكم، شكرا سالي، وشكرا أريج، وشكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا دكتور فراس عصاف، اخصائي بالجراحه التجميليه. شكرا لك. اما هلا